لكن تذاكر الحفل في لبنان تكاد أن تنفد. أعطينا التفاصيل. نعم فعلا، يعني بدأ العد التنازلي للحفل الذي يرتقبه جمهور الهضبة الفنان عمرو أدياب. طبعا يعني بعد النجاح الكبير للحفل العام الماضي، بعد انقطاع أكثر من 12 عاما لبيروت، ورغم الجدل الذي أثير أيضا العام الماضي، يعود عمرو دياب إلى بيروت ليحيي أكبر حفلات صيف بيروت ويفتتح صيف بيروت ل 2024 بحفل ضخم بحضور يفوق 15,000. تذاكر الحفل كما ذكرتي، نعم يعني الشركة المنظمة رفعت شعار كامل العدد بعد ساعات من فتح أبواب التذاكر. الواجهة البحرية لبيروت تتحضر لهذا الحفل في منتصف شهر يونيو. طبعا اللباس هو الأبيض أيضا هذه المرة بطلب من الشركة المنظمة، وذلك يعني الأبيض سيوحد الجمهور وفيه رسالة للنهوض والوقوف لبيروت وللبنان رغم كل شيء. تردد أيضا أن عمرو دياب طلب من الشركة المنظمة زيادة الإجراءات الأمنية خلال هذا الحفل، وذلك بسبب التطورات التي حصلت في لبنان والمنطقة. رغم تردد الكثير من الشائعات التي أفادت أن الحفل قد يلغى، إلا أنني أؤكد أنه قائم بعد أيام قليلة، رغم أيضا الجدل الكبير الذي تشهده وسائل التواصل الاجتماعي مع انتشار الفيديو الشهير لعمرو دياب مؤخرا في أحد الأعراس في مصر. أهم شيء رح يطلع على المسرح، الجمهور يتفرج ويستمتع. شكرا لك رينا دويهي على هذه التفاصيل.